خبر بقى مؤسف حصل النهارده. رائد محمد سويلم الله يرحمه ده استشهد، هو رئيس مباحث قسم شرطه الجناين في السويس، استشهد اثناء ما كان بيطارد عناصر ارهابيه كانوا بيطلقوا النيران على منزل اسره اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه السابق الله يرحمه. اثناء المطارده قدر ان هو يقتل احد الارهابيين اللي كانوا هم اربعه، كانوا اربع مسلحين كانوا راكبين عربيه ملاكي في السويس، كانوا بيضربوا النار بشكل عشوائي على كمين الشرطة قدام منزل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق ومستشار رئيس الوزراء للأمن حاليا. القوة المعينة بالكمين قدرت أنها تتعامل مع المسلحين وأطلقوا نيران عليهم، العربية باللي فيها طبعا هربوا في اتجاه الجنايم، وبعد المطاردات تم ضبط المتهم بقتل رئيس مباحث الجناين الله يرحمه سيادة الرائد محمد سويلم. ده طبعا صورته هو وابنه، يعني ابنه الرضيع، يعني الله يرحمه ويصبر أهله يا رب.